9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة التي تلقاها من العاهل الأردني عبد الله الثاني ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة. وخلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله السفيرين الأردني والمصري، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المهم والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير. أشاد وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور القاهرة بدعم مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته، إلى جانب استضافتها للفلسطينيين والمصابين منهم جراء العدوان الإسرائيلي. وطالب الوفد بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود من أجل لم الشمل الفلسطيني. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع الحالي. وأوضحت الوزارة أنه في زيارته الثامنة للمنطقة منذ العدوان على غزة، وسيجري بلينكين مباحثات مع كبار الدبلوماسيين في مصر وقطر والأردن وإسرائيل. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي. كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أنه من المتوقع أن يعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس في خطاب يلقيه اليوم انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد 7 أكتوبر. وكان جانتس أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من الحكومة إلى جانب حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه إذا لم يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لإعادة المحتجزين وتقديم استراتيجية لليوم التالي في غزة بحلول 8 يونيو. وبحسب موقع أكسيوس، لن تؤدي خطوة جانتس إلى إسقاط ائتلاف نتنياهو الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست، لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل. استشهد 5 فلسطينيين في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة. وأضافت أن شهيدا ارتقى بقصف لطيران الاحتلال على منازل شمال رفح الفلسطينية، هذا وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة عقب إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم. وأعلنت مصادر طبية أن هناك عشرات من جثث الشهداء ملقاة في شوارع مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم جراء استمرار القصف. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة عنبتة شرق مدينة الكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم بلدة عنبتة واعتقلت شابين، أحدهما أسير محرر. وبعد تفتيش عدة منازل واندلاع مواجهات عنيفة في حارات البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر. لا مش مشكلة. ينظم اليوم ناشطون أمريكيون مؤيدون لفلسطين احتجاجات أمام البيت الأبيض تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل. وأعلنت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء مثل حركة كود بنك النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أنه من المقرر تنظيم مظاهرات اليوم بمناسبة مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية مع انتشار الجوع والدمار في القطاع. وكانت الولايات المتحدة شهدت شهورا من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تراوحت بين مسيرات في واشنطن أو مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من البيت الأبيض إلى إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في العديد من الجامعات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت على مدى 24 ساعة المنصرمة 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت زورق استطلاع لقوات الحوثي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم تبلغ أي سفن أمريكية أو تجارية أو تابعة عن وقوع إصابات أو أضرار. ختام مجازات ساعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.